نحن في قمة الضيافة العربية الأصيلة، حيث المغاربة في استضافتهم للتوانسة كانوا في قمة الرقي، فبادلهم أشقاؤهم ذات الرقي، ولا يستغرب ذلك من العرب، فهي من عاداتهم وتقاليدهم. أيها الأحبة الكرام، الملعب الأولمبي برادس هنا يدخل الترجي في مواجهة أولمبيك أسفي المغربي في مواجهة مرتقبة وسط أجواء الصقيع، وسط أجواء باردة للغاية، قد تصل درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية. تونس في شتائها، تونس الخضراء في كل مكان. شيخ الأندية يستضيف القرش المسيوفي. تحياتي عمرو عبد الله معلق وواصف هذا اللقاء. الكرة ومحاولة التقدم، لكن تغطية موجودة من المهدي خالص. رجعت بالخطأ، خطأ للترجي، كرة أمام المرمى لكن تصل سهلة. تونس تعتبر دولة عربية ظاهرة في المدربين بصراحة، أصبحت الثقة موجودة لأي اسم تونسي حتى عندنا هنا في المنطقة. كرة للترجي السلام، سيطر عليها أحمد بساك، وبوادر تشكيل فريق ظهرت في 1918، يعني قبل 101 سنة، لكن التشكيل الفعلي والتأسيس الفعلي والإشهار ظهر في عام 1921. كرة أمام المرمى، الله، القرش المسيوفي، القرش المغربي يتقدم عن طريق عبد الغني معاوي، معاوي يسجل مصلحة أولمبيك أسفي هدف تاريخي، تاريخي في ملعب الأولمبي برادس، التقدم بأول أهداف المباراة. ليعلن أولمبيك أسفي أنه لا يخشى الترجي ولا ملعب رادس ولا جمهور الترجي، ويتقدم بأول أهداف المباراة، هدف لمصلحة المغاربة الذين أشرقوا بنتيجتهم الآن. أولمبيك أسفي يعلن عن التقدم، والترجي يعلن عن أسفه على تقدم أسفي. عبد المجيد بن مراد، طارق ذياب، تميم بن عبد الله، أمامية حلوة داخل منطقة الجزاء. شوف الثبات، شوف الثبات، أطلس يقف، الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطر أمام المرمى، سلام الدربالي، الكرة في مكان سليم، تمريرة حلوة للترجي، عادوا عادوا، الكرة الماضية بتمر. التونسي أنيس البدري عالية عرضية بتمر، المدافع المتقدم عبد القادر بدران، كيف لك؟ كرة بتتسدد إلى خارج الملعب، الكرة ترجع مرة أخرى، صافرة نهاية شوط المباراة الأول من المنتظرين، صافرة جهاد قريشة تعلن بداية أحداث شوط. هذا اللاعب اللي أشتبه في شوط المباراة الأول يقدم مباراة كبيرة، اللي هو حمزة خابة، على الجهة اليسرى عالية وعرضية، الكرة الرأسية سهلة أمام المرمى، رجعت ولا زالت، والكرة إلى ضربة مرمى. الأفكار داخل منطقة الجزاء، كرات محدودة، محاولات محدودة، صلي على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا عرب، صلوا على نبيكم. الكرة على الجهة اليسرى، الشتي لعبها، تمرير، السلام، تنظيم، تنظيم، قراءة رائعة لهجمات الترجي، هم يقرؤون الترجي بشكل ممتاز، لعلهم في مباراة الليلة يعرفون الترجي أكثر من الترجي نفسه.
من كثر ما ذاكروا ودرسوا. الكرة ملعوبة للترجي داخل منطقة الجزاء. سلام! عاد الترجي بالقوة بالإصرار والعزيمة. برغبة الترجي الرياضي ترجي الدولة قالوا الناس بكري يعود الترجي للمباراة بإصرار عجيب بإصرار قوي بإصراره التاريخي. هكذا الترجي على مر السنوات، هكذا الترجي لا يفقد الرجاء، هكذا الترجي لا يعرف اليأس، هكذا الترجي منذ تأسيسه تأسس على الإناد على العناد على الإصرار على الرغبة على الإنجاز. المكشخين يتكشخون الحين، مكشخ مكشخ مكشخ، الآن يبتسم عشاق الترجي ويعودون للمباراة واحد واحد تحت الضغط تحت الضغط. محمد علي بيلعبها، ترجي السلام! فهي كرة القدم العلم غير الصحيح، علم غير دقيق. كحال الذهاب فهل يتخذ القرار بالبطاقة الحمراء؟ لا، كان رحيما كان رحيما جهاد قريشة بإخراج البطاقة الصفراء. نتابع ونشوف، هذه حمراء من وجهة نظر الشخصية قد تصل للبطاقة الحمراء. الياس الشتي يلعب لفريق مثل الترجي، تتصرف هذا التصرف صراحة يعني يحسب عليك. نتابع ونشاهد للترجي. السلام! على اللقطة الماضية لعبها لكن تألق كبير لحارس المرمى أحمد بساك. والله رايحة رايحة الدقائق الخمس الأخيرة. يا ترجي يا ترجي! هل ألغي الهدف أم لا ألغي الهدف؟ ماذا حدث في اللقطة الماضية؟ لمسة يد على الكل ينتظر والكل يترقب. الترجي ممكن أن تقال إنا من المنتظرين. عالية أمامية، هذه أمام المرمى. كيف؟ أوصفوا لي كيف اللقطة الماضية، كيف كيف فقط، أنا أقول كيف كيف كيف. يا لها يا أنيس البدري في الوقت المتأخر ولم تكن بدري. الجمهور يحييه ويحيي حارس البديل بن شريفية، تركها للجريدي. آخر دقيقة يا ترجي، الترجي لا يعرف اليأس أبدا. آخر كرة صفر حكم المباراة، توني بقول آخر كرة. أنا أقول إن هي صعبة، المرابط يتقدم بيلعبها في المرمى، في المرمى يسجل المرابط. أنيس تقدم ولعبها في المرمى. لقطة مهمة في ركلات الترجيح وسنتذكرها. صبار بيلعبها في المرمى، يسجل يسجل. لو تلاحظون كوامي في المرمى، ممتازة. الهلالي بيلعبها، السلام! كرة ملعوبة شالها، إعادة تنفيذ الركلة. عادت الحياة لمدرجات الترجي، عادت الحياة لمدرجات الترجي. القرار أعتقد أن مسلم أحمد سيقول أنه غير موفق، أن بالقانون الحديث لابد أن تبقى قدم على الخط.
للترجي، تقدم ولعبها الترجيحية حمزة، حمزة في المرمى، ركلة ملعوبة، أولمبيكاس في الدور القادم لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في أم المفاجآت، يتأهلون إلى الدور القادم ويقصون الترجي من هذه البطولة في أكبر المفاجآت. مبروك للمغاربة، مبروك للقرش المسيوفي، مبروك لأسفي، مبروك لحاضرة المحيط.